22 دولة عربية وإسلامية ليس بقدرتها أن ترسل إلى غزة بطانية، 22 دولة ليس باستطاعتها أن ترسل شربة ماء إلى غزة، 22 دولة عربية وإسلامية ليس باستطاعتها أن ترسل كسرة خبز إلى غزة. ألا قبح الله وجوهكم؟ ألا قبح الله تلك الكراسي التي تجلسون عليها؟ يا ربي إن حكامنا قد تركوا غزة وحدها، فيا جبار لا تترك غزة وحدها، اللهم لا تترك غزة وحدها، اللهم لا تترك غزة وحدها. يا راحلين قد اشتقنا لرؤيتكم، وما لنا حيلة في الوصل والنظر، عزاؤنا أنكم من بعد غيبتكم في ذمة الله لا في ذمة البشر. اليوم نودع غدا سنودع، اليوم ندفن غدا سندفن، اليوم نبكي غدا سيبكى علينا، اليوم نشيع غدا سنشيع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا إلى يوم الحساب. أتيت القبور فسألتها أين المعظم وأين المحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس قد مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ إن الجراح إذا خبأتها شفيت، فاكتم جراحك لا تخبر بها أحدا. كم من كليم شكى للناس لوعته، فزاده الناس وجدا فوق ما وجده. اللهم جفت الدموع وطال أمد الحرب، وليس لنا إلا أنت يا الله. اللهم قد تركنا القريب والبعيد، وأنت الأقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم قد خذل الناس فلا تخذلنا، اللهم قد تخلى عنا البشر فلا تتخلى عنا يا أرحم الراحمين. وأذن لنا بالنصر القريب، أذن لأطفال غزة بالنصر القريب، أذن لرجال غزة بالنصر القريب، أذن لنساء غزة بالنصر القريب. عد إلى الله ولو أذنبت ألف مرة، عد إلى الله ولو أذنبت مليون مرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تحزن إن كان مشيك إلى الله بطيء، ولكن أنت أعظم ممن توقف مسيره. لا تحزن إن كان سيرك إلى الله بطيء، أنت أعظم ممن شلت أركانه فلم يسير إلى الله. ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. والله الذي لا إله إلا هو، إنني أرى النصر قادم كما أراكم الآن. سيدحرون من غزة، وسيمضون من غزة، وسيرحلون من قدسنا، وسيمضون وسيعودون إلى المزابل التي جاءوا منها، وسنصلي صلاة الفتح في ساحات المسجد الأقصى قريبا بإذن الله. رأيتم الدمار، رأيتم القتل، رأيتم الأشلاء، رأيتم القصف، رأيتم الرعب، رأيتم الخوف، وقريبا سيريكم الله الفرح والسرور والنصر والتحرير بإذن الله. ماذا يريد الشهداء؟ والله هم الأحياء ونحن الأموات. ماذا يريدون؟ أن يصحوا على عالم كاذب منافق، أن يصحوا على 2 مليار لا يستطيعون أن يرسلوا شربة ماء أو كسرة خبز إلى غزة؟ والله لقد استراحوا منا، والله لقد استراحوا من عفننا، والله لقد استراحوا من خيانتنا، والله لقد استراحوا من جبننا، والله لقد استراحوا من دلنا، والله لقد استراحوا منا، ومضوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ماذا يريد الشهداء؟ والله هم الأحياء ونحن الأموات. ماذا يريدون؟ أن يصحوا على عالم كاذب منافق، أن يصحوا على 2 مليار لا يستطيعون أن يرسلوا شربة ماء أو كسرة خبز إلى غزة؟ والله لقد استراحوا منا، والله لقد استراحوا من عفننا،
والله لقد استراحوا من خيانتنا، والله لقد استراحوا من جبننا، والله لقد استراحوا من دلنا، والله لقد استراحوا منا، ومضوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ورجوت عيني أن تكف دموعها، يوم الوداع نشدتها لا تدمعي، أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت، أيقنت أني لست أملك مدمعي. لمن نخطب ولمن نصرخ؟ لا بارك الله فينا وأطفال غزة يموتون، لا بارك الله فينا ونساء غزة تقطع أرصالهن ليل نهار، لا بارك الله فينا وأطفال غزة يجوعون ليلا ونهارا. لا سامحنا الله إن نسينا، لا سامحنا الله إن تناسينا، لا سامحنا الله إن اعتدنا هذه المشاهد. يا رب قطعنا الأمل من كل البشر وأوصلناه بك، وأنت الذي لا ينقطع بك الأمل ولا ينقطع بك الرجاء. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. تبسم، فإن الله ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه يحبك. ردد معي آمين. اللهم إنا نسألك سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه، وصحة تحفظنا مما خشيناه، وقناعة تغنينا عما فقدناه. اللهم آمين.